ألف سرزة وسرزة معي أنا لقمان دير. هكذا حدثنا هردبشت. فتاة مثالية. هلأ هي مو حلوة كتير بس حلوة، وغير هيك كسمة حلو كتير. مو طويلة ولا قصيرة، مو دكتورة بس مهندسة، وبدها تعمل دكتوراه بالهندسة مو مشان شي بس مشان يقولوا لها دكتورة. شي إن على الموضة فهي على الموضة، بس بأكابرية مع مراعاة لزواريب حارتنا الضيقة اللي الكل فيها ما بيعرفوا بعض. بتحط نظارات بس مو لقصر في النظر لا سمح الله، لا هيك وجاهة. بتعرفي النظارات بتعمل روزة علمية للبنت، أصلا عيونها بياخدوا العقل، صحيح مو كتير وساع بس بيلمعوا، وخاصة إذا بتقيمي النظارات. لكن المشكلة إذا قمتي النظارات بيبين أنفها كبير، هو بالحقيقة مو كبير كتير، بالعكس عامل له تميز روماني. إيه أنفها روماني بس من روما مو من رومانيا لا سمح الله. هي بتقدر تعمل له عملية تجميل بس صدقيني ما بده، خليها هيك خالي العلام أحسن. أما ضحكتها مع أنها ما بتضحك كتير، بتعرفي الضحك زيادة مو منيح للبنت، بس هي ضحكتها رايقة. صحيح أنها ما بتشهي الواحد يحكي لها نكتة، يعني ما لها من النوع اللي بدها مشدات للخواصر وقت اللي بتضحك، لا ضحكتها أقرب لابتسامة صوتية. ما بتدخن طبعا، وبالتالي ما بتسمعي الصبح عم تكاح وتطاح وتنحب هالسعلي مثل أجل لك ختيار عمره 70 سنة ما قطع فريضة التدخين ولا دقيقة من عمره اللي ما كان ينقصف الله يطول بعمره. وما بتشرب كش برا وبعيد غير الكازوز. ما بتحب القهوة، بتعرفي القهوة بتجر سيجارة، والسيجارة بتجر اللهم عافينا كل الأمراض والبلاوي الزرقاء اللي ببالي وبالك. ما بتقرأ غير مجلات علمية، وما بتتفرج غير على باب الحارة، وما بيعجبها غير أبو حاتم اللي ما بينخاف منه مثل ما بتعرفي، والأخبار والنشرة الجوية، وبتحب أفلام كرتون بسبب حبها للأطفال. كتير بتحب الأولاد مشان هيك بتلاقيها طول الوقت بالمطبخ، هواية الجلي والغسيل والطبخ. بس ما بتحب تنشره للغسيل إلا لما بتمطر برا، يعني بتحب نشر الغسيل الداخلي، وحافظة كل أنواع المنظفات وبتعرف أنو الأحسن وأنو الأوفر. مدبرة بقى زكاتك، شوفينا شي عريس لقطة لهالمخلوقة اللقطة. بقى زكاتك شوفينا شي عريس لقطة لهالمخلوقة اللقطة. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سو.